أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقات برنامجكم ازرع فكرة. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت، تعتبر إن هي تكون مهمة جدا عشان فيها فقرتين. أول فقرة هنتكلم فيها مع الشباب اللي عايز يثبت نفسه، عايز يثبت كيانه بأقل التكلفة ويصبح رجل أعمال. وعندنا كمان الفقرة التانية بنتكلم عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في معاناة وفيها مشاكل، هنبتدي ان احنا نتكلم ونحاول نحلها مع حضراتكم. بس اسمحوا لي قبل ما نبدأ اول فقراتنا هوجه التحية للشعب المصري كامل، مع رئيسنا، مع وزارة الداخلية، والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة. أهلا وسهلا بيكم، وهنطلع فاصل نرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لحضراتكم تاني وبنتكلم عن عيد الشرطة. هكلمكم عن كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال عينان لا يمسهم النار، عينا بكت من خشية الله، وعينا باتت تسهر تحرس في سبيل الله. مش هنتكلم عن الشرطة كتير، كفاية ان احنا في جو الصقيع اللي احنا فيه، كل واحد متدفي في بيته ومع ولاده واسرته وهم بيحرسونا في الشارع. هنبتدي اول فقراتنا مع رجل الاعمال المصري، رجل الاعمال اللي بسيط جدا ومتواضع جدا، رجل الاعمال اللي بيفكر لشبابنا ازاي يصبح رجل اعمال بتكلفة بسيطة. معانا ومعاكم باشمهندس عبد اللطيف عبد السلام عبد اللطيف المنسي. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. وشهرته المهندس منسي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. وانا كلمه الشهره المهندس منسي ده يعني اشهر اكتر يعني. اهلا وسهلا بيك، نورتنا. وهنبتدي ان احنا نتكلم فيما بداناه في اولى حلقاتنا، وكنا عايزين نتعرف على شركات حضرتك اللي موجوده الصناعيه. واحنا مجموعة شركات كلها بتسبورت الصناعة، كلها متخصصة في الصناعة، كلها شركة المهندس منسي، شركة امتوباك، شركة التقدم الصناعي، شركة رائد الهندسة الصناعية، شركة التقدم الصناعي، شركة ليفينا، شركة نس الشرق، كلها بتصب في الصناعة. وقريب قوي هنعمل عملية، يعني ان شاء الله بنحاول ان احنا نعمل عملية تزاوج ما بين الصناعة والزراعة، لأنه هي الصناعة الأول، الصناعة الأول ثم بعد ذلك الزراعة والتجارة والسياحة و ده وجهة نظري، دي وجهة نظري، يمكن علشان أنا عاشق للصناعة يمكن، ولكن هي وجهة نظري الصناعة الأول. يعني أثناء مرة كنت بدعي بلك محاضرة في مؤتمر تحكيم دولي، ف كنت بتكلم عن الصناعه الاول ولا الزراعه الاول، فانا قلت الصناعه الاول، فهم قالوا لا الزراعه الاول. قلت لهم طب ماشي، انت عشان تقتطف ثمرة تاكلها، طب ما انت في الاخر هتاكلها ازاي؟ ما اذا كنت تقشرها او تطلع البذرة فانت استخدمت الوسيلة، الوسيلة دي هي الصناعة. تمام. طب وعلشان تزرع الارض لازم تعمل ايه؟ هتفحرها بايدك؟ لا، لازم نصنعها الاول. لازم اعمل لك فأس او معولة عشان تخاطر تعمل، او لازم انت تجيب حجر في البدايات خالص، تجيب الحجر وتشطفه عشان خاطر يبقى الصناعة الاول. وعلى كل مش هنختلف يعني، الصناعة الاول الزراعة الاول، المهم نعمل، المهم نعمل حاجة يعني، بدل من المهم نعمل. بس انا رايي انه مفيش دوله، يعني حضرتك كده بصي، مفيش دوله في العالم كله، مفيش دوله في العالم كله بكررها قويه الا وقامت على الصناعه.
طيب احنا النهارده بنتكلم عن كيف تصبح رجل اعمال ناجح باقل التكاليف. ممكن يصبح مش شرط رجل أعمال ازاي من خلال المكان اللي حضرتك بتقدمه؟ بص يا صديقتي، هو مش شرط رجل اعمال، مش شرط يكون رجل اعمال. هو احنا محتاجين ايه من الدنيا غير عيشه كريمه؟ صدقني رجال الاعمال مظلومين وعايشين حياه يعني البسيط هو اللي بيبقى متمتع بحياته اكتر من رجل الاعمال. رجل الاعمال في فكر دائم، في فكر دائم. مش شرط يكون رجل اعمال، مش شرط. ممكن يكون عنده مصدر دخل بسيط بيحقق له دخل، الدخل دوت بيعيش عيشه كريمه وبس. صدقيني ده افضل حاجه في الدنيا. احنا فكرتنا كلها او ان احنا بنقول كيف تصبح رجل اعمال ناجح باقل التكاليف، لان المشوار 1000 ميل اصلا بيبدا بخطوه، فهو ممكن ياخد الخطوه الاولى ويبتدي ممكن بيها. يعمل ممكن يعمل مشروع صغير، ومش شرط ابدا انه يكون رجل اعمال او يفكر ان هو يبقى رجل اعمال. انا ما فكرتش اساسا ان اكون في يوم من الايام رجل اعمال، انا كنت عايز اعيش عيشه كريمه وبس. صدقيني من اول ما خدت مكتب كنت عايز بس املى المكتب ده وخلاص على كده. الحمد لله ربنا اكرمني بفضل عمل سواه، الاجتهاد ثم تلقي العلم اللي انا مهتم بيه قوي. تلقي العلم مهما وصلت من علم فانا بحاول قدر الامكان ان انا اتعلم اكتر واكتر، وما بيهمنيش اتعلم تحت ايد مين ولا اتعلم من مين، لا اتعلم من مين ولا اتعلم تحت ايد مين، ما يهمنيش. دي كل دي حاجات شايف انها سخافات ملهاش اي لازمه. انا يعني اخد العلم وبس، العلم اللي يفيدني وبس. المعلومه اخدتها من حد عنده 14 سنه ولا عند حد عنده 80 سنه ولا تفرق معي، وبلده ايه او جنسيته ايه او ديانته ايه او كل الحاجات دي ولا تفرق. المهم ان انا باخد العلم وبس، مش مهم من مين. طب احنا بنتكلم النهارده عن الشاب اللي لسه عايز يبدا حياته وفاقد الامل، فازاي ان هو يصبح ناجح؟ مجتمعنا كله واغلب برامجكم التلفزيونيه يطلعوا يقولوا الشباب 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 الشباب، وفي للاسف الشباب هو الفئه الوحيده اللي مطحونه في البلد. انا بعمل مشاريع دايما لكل فئات المجتمع، لكل فئات المجتمع وكل الاعمار. ما عنديش عنصريه ان دي هياخد المشروع ده مرحله عمريه من سن كام الى سن كام. صدقيني انا بعمل ولكن انت في مرحله الشباب انت اللي عليك انك تثبت كفاءتك وتخطف الايه وتخطف الفكره. فهمتيني؟ كلمه شباب مش ان انا اناديك بيها، لا، كلمه شباب ان انت اللي تيجي بيها. فهمتيها؟ وحيد الله، انا دلوقتي بقول محمد صلاح اللاعب الدولي. محمد صلاح ان لم يكن محمد صلاح مش هيبقى لاعب دولي. ما هو اللي بيلعبه ازاي بقى؟ ما انا جاي لحضرتك. لو احنا اتكلمنا دلوقتي في فئه كره القدم، كام واحد بيلعب كره قدم؟ ملايين. مين فيهم بقى ميسي ومين فيهم بقى محمد صلاح؟ اللي حاول واجتهد، اللي حاول واجتهد. انما ما ينفعش ان انا اروح اجيب مشروع واقول انا هدعمه علشان خاطر الشباب. صدقيني لو نايم عمره ما هيعمل حاجه. لا، احنا مش بنتكلم وموضوع حلقتنا النهارده ان هو يكون ازاي ندعمه، لا، احنا بنتكلم ان انت عايز تعمل مشروع. انا بناشط كل فئات المجتمع. مصاريفه قد ايه؟ المكنه اللي استخدمها ازاي؟ زي ما حضرتك قلت، في ناس كتيره قوي فاهمه ان مكنه تعبئه وتغليف عايز مساحه كبيره قوي. لا، انا ممكن يكون عندي مساحه صغيره، ممكن باقل التكلفه ابتدي ان انا اشتغل بيها. هي دي اللي انا عايزه اوجه الشباب بيها. احنا تطرقنا بيها لموضوع الايه ولكن انا بناشد كل فئات المجتمع، انا بخدم كل فئات المجتمع، ما بخدمش فئه معينه. ما بخدمش فئه معينه، بخدم كل فئات المجتمع. وعليك ان انت تثبت نفسك براحتك. بالظبط. كل همي وكل رسالتنا عموما وكل دابنا ان احنا ازاي نعمل مشروع بسيط، مشروع بسيط باقل التكاليف وباقل مجهود، انك انت تقدر تكون مهندس مكانتك وتكون عارف فيها كل حاجه. لانه كلمه مكنه يعني المفروض ان انت تكون عندك خبره في تشغيلها. فهنا ده همنا ان احنا نعمل مكنه سهله التشغيل. ده رقم واحد. لانه احنا اللي بنصمم مكانتنا، مش بنروح نشتري ونبقى ايد تانية، احنا الايد الاولى. بدليل حاجه، بدليل ايه؟ بدليل ان احنا عرضنا في معرض الصين الدولي. هات لي شركه صنعت مكن وراحت عرضت في معرض الصين الدولي. احنا رحنا عرضنا بننافس في الصينيين. ده شيء رائع. دوت بقى صناعه في الصين ولا تصدير؟ لا، هو احنا بنصنع قطع الغيار لحسابنا في اي بلد كيفما تشاءت. اهم حاجه يكون عندي الجوده في مقابل السعر، ودي المعادله اللي كل العالم بيجري وراها، تعظيم الجوده وتدنيه التكاليف اهم حاجه.
اي بلد ايا كانت ان شاء الله، حتى تكون ايه ماليش فيه، انا في الاخر بشوف الفلز بتاعي، الفلز اللي انا اخترته، الفلز يعني فلز المعدن، نوع المعدن، الفلز بتاعي اللي انا اخترته مظبوط ولا مش مظبوط. السعر بقى هنا السعر بيتحقق على الماس برودكشن، الماس برودكشن يعني الكميات العاليه، فالكميات العاليه مش هتتحقق الا لما يكون في بلاد تانية بتسندك بتبيعي فيها، فاحنا اوريدي فتحنا فرع في قلب الصين، بنبيع مكان في قلب الصين. يعني دي مبشرات كويسه قوي بالنسبه للصناعه في مصر، ان هي ابتدت ان هي تتطرق في كل البلاد العالم زي ما حضرتك انا بتقول كده. ما بمثلش الصناعه في مصر، انا واحد من ملايين، انا ما بمثلش الصناعه في مصر، انا واحد من ملايين. بس تعتبر برضو خطوه كويسه ان حضرتك واحد من ملايين ابتدى ان هو ده يكون دليل، موجود ده بره دليل مصر. ان ما فيش حد فوقينا، ده دليل ودليل قوي ان ما فيش حد فوقينا، دليل الحمد ودليل قوي لله. ان مفيش حد فوقينا، دليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر ما خلقش البشر اصناف وعناصر، كل البشر لهم حدود، لهم يعني اداهم ممتلكات، يعني اذا اداها سمر، اذا اداها اسمر يبقى معاه ممتلكات كذا، واذا اداها وهكذا، يعني هتلاقي مستوى الذكاء في كل البلاد هو يعني انا كفرد زي الفرد الالماني بالظبط، بدليل ان انا تفوقت على الفرد الالماني طيب احنا الحمد لله من دلوقتي فضل ربنا، الحمد لله، الحمد لله، فمش تفوقت على الفرد، على الشعب الالماني، لا، على لما دخلت في منافسات مع افراد المانيا فتفوقت، فيبقى اذا النهارده انا كفرد مصري، انا كفرد مصري يبقى زي الالماني، زي الامريكي، زي، ولكن هنا اللي بيفرق يا جماعه هو الاجتهاد، هو الاجتهاد، اجتهد حتى اكون افضل. في ناس بتبقى مجتهدة كتير جدا بس هي عايزة تتوجه، وده دورنا النهاردة عشان نوجهه ازاي من خلال حضرتك. والله هو عليه يبدأ بس ولا أي حاجة، هو لا عليه يبدأ، أنا دوري إن أنا أساعده وأقدم له مكنة بسيطة وسهلة الأداء وسهلة التشغيل، سهلة الأداء وسهلة التشغيل، أقدم له مكنة كهرباء عادية مش كهرباء تريبل فيز، أقدم له سنجل فيز 220 كهرباء عادية، مش هيلاقي فيه مشكلة. وحد الله جالي حد من سين من الناس، شركة مشهورة جدا دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله، اسم رنان، سنة 2000 وكنت لسه في بدايتي، سنة 2008 2007 كده، وكان جاي عايز يعمل مكنة ويطلعها الدور العاشر، هو ساكن في الدور العاشر، كان ساكن في روف في الدور العاشر، فالمكنة اللي محتاجها ربع طن وزنها، فازاي نطلعها الدور العاشر، فكان لازم افكر له احل المشكلة دي ازاي، ففكرت احل المشكلة ازاي وفكرت الحمد لله، طبعا بالنسبة للابعاد سلم كام اللي هيطلع عليه الحاجة، اللي مش عايز اكلفه ونش يطلعها له، مش عايز اكلفه الحاجات دي، فرحت مقسم له ومقطع له كل حاجة وطلعناها له المكنة الدور العاشر وشغلناها له في الدور العاشر، الحمد لله من فضل ربنا. شركة النهاردة لها اسم رنان جدا واسم مشهور، يعني مش عايز اذكر اسماء يعني، وكتير كتير قوي، الدور عملت العاشر حليت ديت مشاكل ان انا كتيرة، اطلع نص طن يعني انا ربع كمان طن، او ربع طن، انا مش عايز مساحة تكون كبيرة، يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه في لا الدور لا العاشر دوت عبارة عن روف. لا، هو ربع طيب ما طن في في كمان المكن، ماكينات عند حضرتك بتكون صغيرة. بصي ربع طن في المكن يعني كده مثلا تقولي متر في متر، مساحتها متر في متر او متر او ربع في متر مثلا، ولكن في المكن عشان الحديد اوزانه تقيله، الحديد والوزن النوعي بتاعه 8 اب تو داون مش متذكر، ولكن تقيل، فالربع تن ده في المكن ده حاجه بسيطه يعني. اما بالنسبه للمكن الصغير، في حد ممكن يبدا بمكن صغير، وانا ده دايما اللي انا بفكر فيه يعني، دايما بالضبط. وابدا متعود ان انا كل سنه اطلع 3 مكنات جداد، ابتكار جديد وتطوير جديد للمكن، على اساس ان انا بحاول قدر الامكان ان انا اخدم الصغير والوسط والكبير، ما بتفرقش بقى، ما بوجهش فكره، ده هو ربك سبحانه وتعالى اللي بيجيبها، انك انت بتبقي عماله تفكري في غيرك، تفكري في غيرك، تفكري في غيرك، وفي نفسك برضو يعني، مش ده هنقول أكيد مثلا طبعا. ان انا قاعد نازل اخدم البشريه يعني، لا، اخدم الناس بما يعود عليا بالنفع، يعني زي النهارده انا بروح للدكتور عشان هو يملك من العلم اللي هيشفيني مثلا بعد الشر يعني، فاخدم الناس بما يفود عليا بالنفع، ولكن مش يعود عليا بالنفع ان انا مخبي الحاجه عندي لسبب بسيط، لان كل الحاجات اللي انا بعملها بنشرها ولا بتفرق معايا. طب انا دلوقتي بتكلم كشاب عايز ياخد مكنه من عند حضرتك وهي سهله التشغيل، بس انا معرفش اتعامل معاها ازاي، هل بيبقى في تدريب عند حضرتك ده بالنسبه احنا للشاب عملنا بقى او بالنسبه للي ده عايز احنا يبدا عملنا بقى مشروع اللي اكتر من كده، اللي ده هو احنا عملنا اللي ما عملوش اي شركه
يمكن لا في العالم عملوها، ولكن في مصر او العالم العربي ما حدش عملها، احنا عملناها بقى. عملنا ايه اتكلمنا بقى؟ عنه. عملنا شرح فك وتركيب الماكينه، شرح فك وتركيب الماكينه، شرح ازاي تصين الماكينه، شرح ازاي تعمل لو اتعرضت الايرور لخطأ معين بتعمله ازاي، كل حاجه. ورفعناها، رفعناها الانترنت. احنا عندنا منصه انترنت قويه جدا، ما عندنا منصه انترنت الحمد لله قويه قويه يعني، لان احنا اللي بنعمل مواقعنا بايدنا، مواقعنا دي حقيقة. مواقعنا المواقع ديت انا هتكلم فيها في نقطة تانية خاصة، لان هي انت عاملها شغلة كبيرة جدا. اللي انا عايزة اتكلم تستعملها فيه صح. ده اكيد طبعا، اللي انا مش عايزة اتكلم فيه يخص الماكينة، هل هي اسعارها بتكون في متناول اكيد. اي فرد اكيد ولا احنا لا؟ عندنا اسعار بتبدأ من 200 دولار، يعني من 200 دولار وانت طالعه لغايه مثلا ما توصلي مثلا ل 6000 دولار، 9000 دولار كده. ال 200 دولار ده تقريبا تبقى كام بالمصري؟ هو الدولار متنيل عمال ينزل الراجل ترامب ده مبهدل الدنيا، عمال ينزل دلوقتي، عمال ينزل. وطبعا احنا نتمنى ان هو ينزل اكتر من هو كده. انا اتمنى ان هو ينزل، بالنسبه لبلدي اتمنى ان بلدي تبقى احسن بلد، يعني مش عشان اكيد مصلحتي انا طبعا. الشخصيه او ما لا لا مش عايز ينزل، لا انا اتمنى انه يبقى بجنيه. بس هو مش عيب ان احنا نحلم ده ونفرح اكيد ان طبعا. احنا بنحب، بس يكون على ارض واقع، نكون بننتج حاجه علشان خاطر نجيب ننزل بيها الدولار. ما احنا بننتج دلوقتي، بنبتدي احنا ان احنا بننتج بشريه حلوه قوي. نصدر فيها. طيب ال 200 دولار يبقى كام بالمصري؟ النهارده اعتقد ان هو 15 80، اعتقد ان هو 15 80 النهارده، يعني يعمل في حدود يعني مثلا تقريبا ابسولوتلي ابروكسيمتلي حد في حدود تقريبا 3200 3100 كده. يعني انا بتكلم مع اي فرد يبتدي ان هو يبدا مشروع ب 3200، مساحه صغيره ممكن في مساحة ايه ده البيت في عنده البيت؟ تبتدي ده ان في هي البيت، ده في تشتغل الانتريه، معاه ده بالظبط يقعدوا كده، يتسلوا في الانتريه وممكن برضو ان هي افراد الاسره يشتغلوه زي كله ست كله البيت مثلا او كله كده. كله كله. تبقى عباره عن ايه المكنه دي؟ مثلا لنفترض يعني هي المشاريع كتير كتير قوي، المكنه دي بتعمل حاجات كتير كتير قوي، بس لنفترض انه مثلا في اكياس مثلا اسمها الومنيوم فويل، اكياس اسمها ميتالايز اللي هو بتشوفوها في الشيبسي والبوز والمش عارف ايه والحاجات ديت، اكياس تانية اسمها اللامينيتد اللي هي اكياس الفاكيوم اللي هو لما تشوف الحاجه متفكيمه دي، لما تيجي تروح المصانع بتلاقي المصانع بتشرط عليك كميات كبيره، ففي ناس لسه بادئه عايزه كميات صغيره اللي هي الشورت ران، كميات صغيره يبداوا بيها يجربوا السوق بيها، فبيدوروا ما بيلاقوش، فبيضطر يا حول الله يروح يعمل ايه نص طن وطن. فاحنا عايزين نعمل 50 كيلو وال 100 كيلو وال 25 كيلو للمشاريع اللي هي برضه لسه بادئه اللي هي بالظبط. الستارتنج، علشان ما يخسرش فلوس كتير في بدايته. فبيبقى بالنسبه له ده اللي فاتح المشروع الصغير ده بالنسبه له فرصه، فرصه يروح ياخد منه ده كميه مثلا اكيد طبعا. 50 كيلو 10 كيلو 50 وهكذا. فدي ثغره، ثغره موجوده يعني في كل مجال في ثغرات، تبص تلاقي فيه حاجات لسه مش موجوده. ولا ومكسبها حلو يعني، مش مثلا انه هيقعد يصنع اكياس، لا مكسبها كويس يعني. طريقة التواصل لحضرتك عشان لو أي حد حابب إن هو يبدأ مشروعنا يا ست النهاردة. الكل هو كفايه يكتب المهندس منسي، المهندس منسي بس على الانترنت، انه محتل العشر صفحات الاولين والعشر سجشن، وأرقام التليفونات. ما هي هتلاقيها على طول. مش عايز اسجل، مش عايز اقول عشان خاطر ما يبقاش دعايه وكده، انما لو هو كان كتب المهندس منسي الحمد لله. انا بخدم الناس في حاجات كتيره يعني، مش شرط ان هو يستفيد مني، ما ممكن يتعلم عن يعني يتعلم يعني النهارده في موتور منزله، موتور اسمه موفر للطاقه، موتور موفر للطاقه، المفروض ان هو هيوفر في الطاقه 80%. هي كل عمليه انا ما اخترعتش ولا ابتكرت، ده هي كل عمليه انه كان في موتور اسمه يعني، المواتير دي انواع، في اندكشن موتور، في سيرفو موتور، في ستيبر موتور، في سينكروميك موتور، في انواع كتيره من المواتير. فانا كل العمليه جبت موتور من نوعيه المواتير اللي هي السيرفو موتور، وجبت الدرايفر بتاعها، هو الغالي فيه مش الموتور، الغالي فيه الدرايفر. فانا غيرت الدرايفر وحطيت حاجه اسمها ام سي يو مايكرو كنترول معايا، وركبتها والحمد لله اشتغلت، نزلت الموتور ده ب 200 دولار بس. حلو جدا. في ماكينه كمان حضرتك كلمتنا عنها، ودي جديده لسه المشاهدين ممكن يكونوا ما سمعوش بيها، وان احنا بنعصر الثمره عشان تطلع زيوت. ماكينه صغيره منزليه هتحطيها في بيت معاليكي، هتروحي حاطه فيها الزيوت تطلع ايه؟ تطلع بصي حضرتك واحد الله، في حاجه اسمها على مستوى العالم في حاجه اسمها العصف الذهني. انا بفكر وانت بتفكري واستاذ بيفكر، كل الدنيا بتفكر مع بعضها. احنا عدد سكان العالم يعني اب تو داون 7 مليار او 8 مليار،
فالنهارده كل الناس دي بتفكر في حل مشاكلها، فممكن اكون انا ابتكرتها الاول، ممكن يكون غيري ابتكرها الاول، ممكن، ولكن مش شرط مين اللي عملها، ولكن شرط مين اللي جابها وبدا يفهم الناس عليها، ومين اللي طور فيها علشان خاطر انه ينزل في سعرها. اول ما المكنه دي طلعت كانت بتعمل 9000 دولار، الحمد لله بفضل ربنا وصلتها ل 600، وشغال في ابحاث عليها وتطوير عليها علشان انزلها لاقل من كده. هدفي هدفي ان انا اوصلها لاقل من كده، هدفي انها تنزل لكل بيت. ليه بقى؟ النهارده حضرتك لما تيجي تقولي انا عايز اجيب زيت زيتون، اجيب زيت زيتون، تبص تلاقي انا جبت زيت الزيتون وتخني. الله، ما هو زيت الزيتون جاي مغشوش، مخلوط حاجات مثلا تانية. في شركات في شركات كويسه ومحترمه كتير قوي قوي قوي، ولكن حظك مثلا انه جه ده هو دي احد ابتدى ان هو ماكيناتنا. ابتدى بيعرف ان هم الماكينات ده. يحضروا الماكينات بتاعت حضرتك. ده دي احد ماكيناتنا. تمام. هي كل المكان دوت انا طورت فيه وعملت فيه تطوير، ما خليتوش كده يعني، ما جبتوش كده، انا طورت فيه على اساس ان هو ما ينفعش تحطي عليه انه ماركتك وبراندك الا لما يكون انت اضفتي اليه قيمه مضافه. ايه التطوير اللي انت عملتيه؟ اللي انا عملته ان انا شلت حاجات كتيره، مكونات من جوه كتير، وحطيت مكونات الكترونيك رخصت سعرها وسهلتها وبسطتها، اللي هو التحديث اللي هو الافتراضي للعالم كله. دايما وابدا تلاقي الدنيا كلها بتتطور، الدنيا كلها بتتطور، مفيش حد ما بيتطورش، ولو انت ما اتطورتش هتتخلف، لازم تتطور مع الناس، لازم. حلو جدا. في معاك. بقى نرجع للمواقع اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، لان باشمهندس منسي هو عنده اكتر من 2000 موقع. عايزه الحمد لله بفضل اسمع ربنا. عن حضرتك المواقع ديت بنعرض فيها ايه ونفيد فيها ايه. بص انا مقسم المواقع بتاعتنا لعدد من الكاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني اللي هو اللي بيسبورتد شغلنا احنا، اللي هو بيسبورتد كل المكان بتاعنا والمواد التغليف وكل المكن، كل المكن ومواد التغليف. الكاتيجوري الثاني عامله اللي هو صحافه، علشان خاطر دي هوايه، اللي هو الهوايه الاعلاميه دي معايا من طفولتي، يعني كنت في الاذاعه المدرسيه والصحافه المدرسيه والحاجات دي، هوايه بحبها. الكاتيجوري الثالث دليل تليفونات. دليل تليفونات من اقوى دليل تليفونات في مصر بحالها، يعني عامل دليل تليفونات مسميه فون مصر، ده عليه اكتر من 4 مليون اكونت الحمد لله من فضل ربنا، وده اقوى دليل تليفونات. يبقى احنا دلوقتي قسمنا ايه ثلاثه كاتيجوري الحمد لله من فضل ربنا. لو جيتي على مواقعنا الصناعيه اللي بتسبورت شغلنا هتلاقي حوالي 130 موقع او 140 موقع. ده بيكفي لحضرتك بدل الدعايه اللي حضرتك ممكن تعملها بره؟ ما هو الدعايه، في دعايه ارضيه، في دعايه ارضيه اللي هي التلفزيون والسوسه الاعلانات والمعارض انا شايف ان الدنيا كلها جايه دلوقتي على الانترنت. ده اكيد طبعا السوشيال ميديا. شايف ان لا، السوشيال ميديا حاجه والمواقع والمواقع حاجه. لما نيجي نتكلم في السوشيال ميديا، عميل السوشيال ميديا ده عميل قاعد يأزأز لب وأزأز لوز ومزاجه في السحاب وقاعد ايه يتسلى، ما طب بنهتمش المواقع؟ بيه قوي. اما عميل المواقع هو اللي بنهتم بيه، بنعرفه ازاي؟ يقول لي انا عايز المكنه كذا موديل كذا، يبقى ده يعني ايه ارى. اما بتاع السوشيال ميديا ده قاعد يكتب لك تم تعتبر ميم. انت رايح للعميل المستهدف. ايوه، انا العميل المستهدف عندي هو العميل اللي بيخش المواقع بتاعتي، المواقع الانترنت www.engmansi.com www.eng-mansi.com m2bag.com m2bag.biz كده. ده العميل اللي هو يعني هو ده المستهدف الاساسي. اما عميل السوشيال بتاع الفيس ده انا مسمي الفيس ده ربات البيوت. طب انا دلوقتي لو جيت ليوم واحد بس من ايام او يوميات الباشمهندس منسي، حضرتك رياضي، الحمد لله، مفكر، الحمد لله، صاحب مواقع، وكان طبعا شغل حضرتك بالنسبه لماكينات التعبئه والتغليف، بتدير يومك ازاي؟ بدير يوم ازاي؟ اصبح افطر، اقعد شويه على برد على الرسائل، الايميل ورسائل الواتس، يعني رسائل الايميل ورسائل الواتس، واشوف مين اللي اتصل بيا، وبعد كده انزل اروح، يعني ببقى مخطط انا رايح فين بكره، يعني عامل هنا ريمايند
بقول انا رايح فين بكره، كذا ساعه، كذا 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 كذا. طبعا ببقى مخطط ان انا اروح 7 حاجات، بروح 2 أو 3 بالعافيه، وبعد كده اروح مخطط 7 حاجات برضه وما توبش. مفيش فايده. كلام حضرتك مهم جدا، لان لازم كل بني ادم يخطط طالما عايز ينجح. طالما رسالتنا النهارده ازاي تكون رجل اعمال ناجح باقل تكلفه، او ازاي تبدا مشروعك وازاي تعرف ان انت تكمل فيه، فبالتالي لو انا قسمت وقتي وابتديت ان انا استثمره واحافظ عليه واعرف ان هو ثمنه غالي جدا، هعرف اديره كويس جدا. هتجي مع حضرتك لنقطة تانية خالص اللي حضرتك كلمتنا فيها في اول حلقاتنا في برنامجنا ازرع فكرة، وكان حلم حضرتك بالنسبة لمدينة صناعية نموذجية. ايه الهدف منها؟ هقول لحضرتك على حاجة. احنا دلوقتي في مدن صناعية، تعالي قولي للناس اطلعوا مدن صناعيه واقنعيهم، وبعد ما تقنعيهم يقوموا يروحوا يحاولوا الله علشان يقدموا على ارض او يقدموا على شقه او او او. تبص تلاقي مثلا قطعه ارض مثلا الدوله طرحه 300 قطعه متقدم لها 18000 واحد ومش ببلاش وسعرها غالي وي 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 وي. طب فين جذب، فين الجذب السكاني؟ احنا ما صدقنا الناس عايز نفكها من الايه، نفكها من ال... من وسط فالنهارده لا، انا اطلعك يبقى حاجه مقابل حاجه. اعمل مدينه مثلا مساحتها مثلا 10 مثلا 40 كيلو متر في 40 كيلو متر في 40 كيلو متر، نيجي نرسمها لحضرتك مثلا 40 او 50 كيلو مثلا نفترض يعني. مثلا نيجي الكاميرا ممكن تيجي عليا ولا صعب؟ بص حضرتك لما يكون رسمتها كالاتي، رسمتها كالاتي مش باينه؟ مثلا رسمتها كالاتي، مستطيل مثلا مربع اهو، واجي هنا ده حزام اخضر، ده حزام اخضر يجيب النفس. نعتبر ان هو كمربع، ومربع داخلي بيكون الحياز كله بيكون القطاع الاخضر عندي او الرقعه الخضراء، وابتداء من جوه الرقعه الخضراء على الاقل 30%. تمام 30%. طبعا هتقولي ده مساحه عاليه، اقول لك كويس 30%. 30% دي اقسمها الى فدانين ونص، مش 5 فدادين، فدانين ونص، وامسك الناس، وامسك الناس اللي فعلا جاده، اللي فعلا جاده، واقول لهم تعالوا انت هتستلم فدانين ونص، لو نجحت فيهم هدي لك 2.5 تانيين. معايا؟ على اساس ان هي كطريقه تحفيزيه ليه يبتدي. معاك 3 سنين. احنا بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك خد ولو جيت تاني هلبسك قضية تزوير. طب ما اللي ينجح ينجح تاني. لا هي طب لما ياخد ارض، لما ياخد ارض، لما ياخد ارض ويبيعها، ما هو في ظل الاحتياج اللي اشتراها منه ده. انا اخدت مثلا لنفترض ان انا شاب خريج ورحت ورحت خدت ارض من البلد وبعتها، مين اللي اشتراها مني ده يا اخوانا؟ ما هو اللي اشتراها ده محتاجها مني اكتر من كده، ولو نجح فيها طب ما اخد تاني واخد تالت واخد رابع. هو الهدف ايه؟ الهدف ان انا اكفي الناس، ولا الهدف ان انا فعلا انمي واطلع زراعات واطلع واطلع واطلع؟ برضو بالنسبه للمجمعات الصناعيه اهتم بكل الصناعات، من اول المجمع الصناعي الصغير اللي عايز وحده صناعيه صغيره لغايه اللي عايز مصنع فوق ال 1000 متر وال 2000 وال 30 وال 20000 وي وي، اهتم بيهم كلهم، اقسمهم شرايح، اقسمهم شرايح من اول اللي هو عايز وحده، وحده في مجمع صناعي ده صدقيني هيطلع وهيبقى كويس. مش كلهم، ولكن في عدد كبير هيطلع وهيبقى كويس، ما اهتم بيهم عشان يعني انا ممكن ادي العشرة علشان واحد يطلع يبقى ليدر، يبقى ليدر وكتير قوي هيقلدوه وهيعملوا زيه. فهمتني؟ يعني مثلا النهارده لو واحد نجح في مشروع مش في غيره بي 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 بيعمل زيه وبيحاول يعمل زيه على اساس ان هو بيبقى ليدر، بيبقى مناره. فهمتني؟ فهي دي المستهدف بتاعي، ان انا انزل بسعر الارض وانزل بسعر الحاجه ويكون عنده. هتقولي طب ما هو الناس هتاخد وهتسقع ولا حاجه ولا اي حاجه. في يعني عندك 3 سنين دي مشكله بالفعل، يعني في ناس بتبتدي ان هي تاخد فعلا وتركن الموضوع وخلاص. مظبوط، ولكن مش علشان افه حصلت ادمر مخطط بقيه المخطط. اقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم اتغلب عليها ازاي؟ طيب تعالى لي اول سنه تكون انتهيت من 35% من المخطط بتاعك، تاني سنة 65%، تالت سنة 100%، جيت لك بعد تالت سنة ما عنديش يا مرحمين. جيت لك بعد أول سنة ما لقيتكش عملت ال 35، لو عملت ال 30 هقول لك لا، 35، لأن أنت مفروض في أول سنة تكون عملت ال 60 مش عملت ال 35. لو أنت جد، لو أنت جد هتكون عملت ال 50، ليه؟ لأنه هتقول أنا خدت حاجة فوق احتياجاتي، لا ده أنا أعملها لك من أول تحت احتياجاتك، من أول حاجة صغيرة أوي، خد على قدك.
شيل على قدك وتوكل على الله. انا مش بدي لك يعني، انا يعني اللي هو انا بدي لك حاجه مش انا اللي هديله طبعا، انت يعني ده انا حلم عندي، حلم عندي ان احنا نعمل كده، انما مش انا اللي هدي ولا انا اللي هعمل ده، انا بقول يا رب يعملوا حاجه زي كده. حلم حضرتك ممتاز جدا، ونامل ان هو يتحقق في الايام القادمه، بما ان مبادرات طبعا هو المخطط الدوله اكبر من كده كبيره. بكتير، يعني هو المخطط احنا بنقوله في عجاله عشان التايم وكده، انما هو المخطط اكبر من كده بكتير، اكبر من كده بكتير يعني، ولكن انا بقوله يعني بسرعه علشان خاطر التايم بتاعك بالظبط، واحنا ما بنناشد يستهلكش بيه يعني. المسؤولين ان احنا نبتدي ان احنا يكون معانا. يا مسهل يا رب، بنشكر حضرتك يا باشمهندس، ده انا نورتنا في سعيد اول بيكم فقره وسعيد في بلقائك. حلقتنا النهارده، الله يبارك لك. ونتمنى ان المشاهدين برنامج ازرع فكره يكونوا استفادوا، ويكونوا ابتدينا نحط بذره امل لكل اللي عايز يبدا مشروع. انتظرونا في الفقره الثانيه، فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل من برنامجكم ازرع فكرة. فقرة بتاعتنا النهاردة فقرة عن مجتمع بتاعنا، بنتكلم عن مشكلة ومعاناة أسرة مصرية من منطقة الغربية. الأسرة بتاعتنا النهاردة عن طفلنا جميل، رزق من ربنا سبحانه وتعالى من ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نقعد ونسمعهم النهاردة ونحاول نعرف ايه المشكلة اللي عندهم، ونناشد بيها انهي جهة تكون ترتبط بيهم. عايزين كمان ننوه عن ان برنامجنا هيتواصل مع الناس كلها في حل مشاكلهم، لان اسرتنا النهارده هي اللي نشدتنا عن المشكله اللي بتمر بيها والمعاناه اللي بتمر بيها. ضيوفنا النهارده طفلنا مازن المميز، استاذ محمد صالح والد مازن، واستاذه منصوره عبد الرازق والده الطفل مازن. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بمازن. الحمد لله. احنا عايزين نعرف يا استاذ محمد ايه مشكله حضرتك النهارده؟ مشكلتي ان انا مش لاقي حد ياخد باله من الاطفال دي كلها. في بدايه ولادته في الاول خالص ما كناش مكتشفين ان ده طفل داون، لان ما احنا بنشوفهم في الشارع بس، بنشوف الاطفال دي في الشارع، يعني متجوز عندي 22 23 سنه، فأي طفل زي كده ما كانش عندي خلفية بأن ده إيه، ده أطفال دي مين دول، أو بيتعامل معاهم بيكون إزاي. طب أنا عايزة أسأل، هو ده الطفل الوحيد اللي عند حضرتك ولا عندك أطفال تانية؟ لا عندي أطفال تانية، بس ما بين ده وأخوه التاني 7 سنين. كم طفل مع حضرتك؟ أنا معايا مازن وساجد عنده 2.5 سنين، وكنز عندها سنة. يعتبر مازن بس هو اللي من ذوي الاحتياجات؟ مازن من ذوي الاحتياجات، هو من أول ما اتولد وهو ما احنا ما كناش نعرف. احنا قعدنا بعد ما اتولد كده 7 سنين متوقفين عن الانجاب. لا انتوا عرفتوا ان مازن عنده مشكله الاعاقه، وابتديتوا ان انتوا تتعاملوا معاه ازاي؟ احنا والله في البدايه خالص يعني هو مر يجي سنه ولا سنه ونص، يعني ما كناش نعرف، لانه ما كانش طفل طبيعي في الاوقات بتاعته، ان هو كان بيحبي او يقف او الكلام اللي هو العادي بتاع الاطفال الطبيعي. طب حتى الشكل بتاعه ما كانش معروف؟ ما كناش نعرف اي حاجه، حتى استشاريين كبار جدا انا مش هقدر اتكلم على اساميهم ما عرفوهوش. طب بالنسبه لمشكله حضرتك والمعاناه اللي انت ابتديت ان انت تعانيها، كانت عباره عن ايه وفي انهي سن وامتى بالظبط؟ بالتحديد المعاناه اللي احنا تعبنا فيها قوي من مرحله ال3 سنين، من ساعه ما اكتشفنا ان الحاله بتاعتنا طفل من متلازمه داون. تعبنا من اول، هنا كان دي دور مامته، انا ما كنتش اعرف حاجه لان انا بطبيعه شغلي بكون بعيد عنها مسافات يعني. فهي اكتشفت الموضوع، كانت عند مامتها في هنا في القاهره، وكان هو تعب، كان جاله حاجه اسمها كحه نباحه، فراحت تكشف عليه عند دكتور كبير برضه استشاري، فما عرفوش.
فهو مرتاحش برضو على 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 على, على, على الدكتور ده. طب انا عايزه اعرف هو احنا اكتشفناه ازاي اللي ابتديت ان انت تعرفه. تمام. الدكتور ابتدى ان هو يعرف ان مازن عنده مشكله ما اللي هي المتلازمه. ازاي متلازمه الدواء؟ طيب انا عايزه اعرف دلوقتي هل العلاج بتاعه كان بيكون في الغربيه عادي ولا كان في القاهره زي ما حضرتك حكيت لنا؟ لا يا فندم، ده انا مامته قعدت بيه هنا اكتر من كام سنه في القاهره، تعالج فيه من مجهودنا الشخصي، محدش وقف معانا خالص. ده لا كان بيحبي ولا كان بيقف ولا كان بيمشي ولا كان طفل طبيعي خالص، ده كله من مجهودنا الشخصي في مراكز خاصه هي كانت بتروح، بس طبعا احنا مش هفحت الصخر لوحدي. طب هم المفروض ان الاطفال اللي بيكونوا زي مازن كده بيكونوا رزق من ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، هم مش بيبقى ليهم علاج. انا اتجه لمامه مازن تحكي لنا ايه اللي كان بيحصل في القاهره هنا بالنسبه للعلاج. انت كنت بتعالجيني عباره عن ايه؟ بعالجه علاج طبيعي لانه ما كانش بيقعد ولا بيمشي ولا اي حاجه. بدات معاه اول حاجه العلاج الطبيعي، فرحت الدمرداش لقيت اللي هو نص ساعه وكل في الاسبوع مرتين، وكان مشوار عليا يعني يعتبر كجلسات لمازن جلسات مش عليك. لا ده هو جلسات، هو ملوش الا جلسات تخاطب تنميه مهارات كده. طب وهل في الغربيه كلها ما فيهاش ما لقيتش المستوى كويس اللي انا رحت للمركز اللي في القاهره فيه ده كان مستوى كويس جدا. تكلفته قد ايه تقريبا؟ هو كان بالجد كنت ده من سبع سنين، من سبع سنين كنت بدفع 350 في الشهر. في الشهر؟ اه اللي هو كانت جلسات، ده كان وقتها كان احسن مركز ان هو يعالجه طبيعي، علاج طبيعي. وتفضلي هنا في القاهره ولا لازم؟ لا فضلت بقى في القاهره عند والدتي، سبت بيتي وكل حاجه وقعدت بيه. بس احنا كنا في اول حاجه كنا بنبتدي لسه حياتنا، يعني زي اي اتنين متجوزين لسه في الاول بتبقى الدنيا ماشيه واحده واحده. طب انا اللي انا عارفاه ان المشكله ما ابتدتش من هنا، المشكله ابتدت لما روحته الغربيه وابتدى مازن ان هو يكبر بالظبط ويروح مدرسه. دي المشكله الاكبر. ايه بقى اللي حصل؟ دي المشكله الاكبر. المشكله الاكبر بقى حبينا ان احنا نقدم له في مدرسه في سنه الطبيعي اللي هو السبع سنين، قلنا بدل سته خليه سبعه يكون اتحسن اكتر. فوديته بقى المدرسه العاديه خالص، سياده الرئيس اتكلم عن الدمج، فدخلناه المدرسه العاديه. فقالك بقى هو علشان زحمه الاطفال على السلالم واحنا مش هيتحمل مسؤوليته، والطفل فيه الفصل فيه 50 طفل والمدرسه مش هتسيبهم كلهم وتعلم في ابنك. بس هو المعروف ان مش كل المدارس فيها الدمج، بس بيبقى في كل محافظه في احد المدارس فيها دمج، هو مختص بكده، وبيبقى في حاله الدمج ان بيبقى في حد مسؤول عن الاطفال ديت، سواء داخل الحمام سواء بيبقى معاه رايح او جاي سواء بيعلمه حاجه معينه. مفيش الكلام ده والله خالص يا استاذ. حضرتك يا استاذه في الغربيه كلها؟ لا حضرتك يعني احنا مش في محافظه الغربيه، يعني احنا مش في المحافظه نفسها، احنا في مركز وجنب المركز قريه، يعني احنا مش في المحافظه نفسها عشان نقدر نقول اللي حضرتك بتتكلمي فيه. وبعدين دي تكاليف اكبر طبعا عليا من ان انا اكون في قريه بسيطه بحكم شغل ان انا ما اقدرش ابقى معاه يوميا، وهي ما تقدرش تركب بيه مواصلات، وهي ما تعرفش حاجه، واحده جايه من القاهره رايحه الارياف، فبالطبيعي مش هتبقى عندها القدره ان هي تقدر توصل لمدارس او تعرف مكانه في المدرسه ان هو يقدر. بس حضرتك من الغربيه تقدر ان انت توصل للحاجات تمام دي؟ تمام، بس انا راجل ارزاقي بشتغل عشان اجيب له فلوس اقدر اعالج رجليه ارجع اوديه دي لو مراكز. احنا قدرنا ان احنا نروح مديريه التربيه والتعليم بنعرف المدارس انهي اللي فيها الدمج انهي اللي فيها مدارس عاديه من غير دمج. تمام. ده ما قدرتش ان انت تتواصل؟ بصراحه لا، عشان برضو ما اكونش منافق ما قدرتش ان انا اوصل لحاجه زي كده، لان في حاجات كتيره كانت الطريق دايما مسدود قدامي. يعني لما جيت احط له البرنامج اللي انا همشي عليه بتاع ان انا ادخله المدرسه ده واعمل له الدمج، الطريق اتسد قدامي، قابلت صعوبات كبيره قوي عشان ادخله المدرسه. بحد صديق ليا شخصي هو اللي دخلني، يعني مش مدرس ولا المدير، قال لك لا، فصديق شخصي هو اللي دخلني المدرسه، قعد 10 ايام بالظبط. طب دي المدرسه دي اسمها ايه؟ مش هينفع نذكر اسامي عشان انا من قريه ريفيه، فمش هينفع اذكر اسامي. لا احنا هنا اهوت لازم نقول اسم المدرسه، احنا مش بنعمل لها اعلان. لا مش احنا جايين عشان نحل مشكله. مدرسه يوسف ابو ريه في قريه العتابيه بالاخص. فعانيت على ما دخلت المدرسه 10 ايام بالظبط، وقالوا لي اما يبقى فيه لجنه في المدرسه او اللي هو بيكون
زيارات او حاجه زي كده من فضلك هننزله الحضانه، يا اما ما تجيبوش خالص عشان ما حدش يشوفه في المدرسه، ما تبقاش مسؤوليه علينا، احنا مش عايزين نشيل مسؤوليته. من هنا بدات حياتي اصلا تبقى تكتئب اكتر، يعني كل ما اشوف فتحه نور هم يقفلوها عليا، اشوف فتحه نور هم يقفلوها عليا. من هنا بدات احوله للمدرسه الفكريه. مدرسة فكرية، أنا بشوف الطفل هناك لسانه قد كده بره بقه، محدش بيراعيهم، أطفال دايما بتلم الزبالة من الحوش، ما بيتكلموش، مفيش تعليم نهائي. يعني مامته راحت هي مفيش أي تعليم، ملاش أي علاقة أصلا بالتعليم ولا وزارة التربية والتعليم أساسا. المدرسة دي المدارس الفكرية. أيوه يا فندم، أيوه يا فندم، أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية. لما رحنا أقسم بالله العظيم مدرسة قالت لها احنا ما بنعلمش، انت جايبه ابنك ليه؟ قالت لجدته ما احنا بنعلمش. طب انتوا رحتوا لاكتر من مدرسه فكريه ولا هي لا مدرسه هي واحده بس؟ دي بقى اللي جنبنا، الوحيده جنبنا دي، بينا وبينها مشوار يعني بعيده جدا. اللي انا بكلمك فيه ده استاذه هبه، وكنا بنوديه يعني انا بصحيه الصبح في البرد وكل الكلام ده عشان اساس يتعلم حاجه. لا قالت لا، اللي جدته المدرسه دي ما بتعلمش، من الاخر كده ما بتعلمش. رحت اتكلمت مع المدير بتاعها وقلت لهم، قال لي اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، روح اشتكي في الاداره التعليميه، وقال لي الاماكن بتاعتهم. حقيقي اقسم بالله انا هفضل احاول لحد ما اوصل لوزير التربيه والتعليم شخصيا. طيب ما شفتش اي تطور. احنا معاكم النهارده بنحاول نضم صوتنا لصوتكم، وبنناشد وزير التربيه والتعليم يا ريت يكون في اهتمام، يكون لذوي الاحتياجات الاطفال دي كلها يا استاذه هبه، سواء مدارس فكريه سواء مدارس دمج سواء في كل المحافظات، لازم يكون في رعايه اكتر من كده. بنضم صوتنا لصوتكم. طب حضرتك دي في حاجه تاني، هو عامل لنا الفيزا بتاعه القبض بتاعه، فالفيزا قبضها 480 جنيه. طيب انا دخلت دلوقتي مركز اللي هو يعتبر أسوأ حاجه بالنسبه للاطفال التانية اللي زي مازن كده، اللي هم اللي عندهم قدره ماليه بيتعلموا فيها، ده بالنسبه لهم أسوأ حاجه، بدفع له 1000 جنيه في الشهر. طب ال 480 دولت عايزين قدهم كمان مره او مره ونص عشان ان انا اعرف بس اعلمه في اسوأ مكان بالنسبه لهم. انا بس عايزه الاطفال ديت المفروض ما يبقاش في تفرقه فيهم بين غني وفقير، يعني كمان مش هيبقوا تعبانين وكمان الفقر يزود عليهم التعب بتاعهم. يعني مثلا في رحمه خريجه الالسن، في كذا واحد، وفي مضيف الطيران، وفي معيد في الجامعه، ده كله عشان اهاليهم كان معاهم اللي هم يصرفوا عليهم. يعني احنا بنناشد بس ان المدرسه اللي انا كنت فيها دي، بس المدرسه بتاعه التنميه الفكريه دي، لو الناس يجيبوا ناس مؤهلين فيها والغني يتعلم زي الفقير. للاسف عشان الوقت بتاعنا للاسف خلص، احنا بنناشد الجهات المعنيه سواء وزاره التربيه والتعليم او شؤون التضامن او حتى المجتمع برضو المدني، وزاره الشباب والرياضه، يا ريت كلنا بنتكاتف مع بعض لان دي من اهتمامات الدوله. السيد الرئيس مش هيعمل الحاجه لوحده، كل حاجه متقسمه علينا كلنا، يا ريت كلنا نعمل اللي علينا. وبنناشد معاكم وصوتنا صوت شعبنا. معلش قبل ما تختمي، انا للاسف الوقت بتاعنا انتهى. احنا كده كده اساسا صوتنا مع صوت حضراتكم، واي مشكله بتقابل اي حد صوتنا معاه ويتواصل معانا على ارقامنا. شرفتونا وشكرا لحضراتكم، مع تحياتي هبه علي رئيس التحرير، محمد السعيد اعداد، دكتورة سمية النحاس، واستاذ احمد عبد الرحيم. اهلا وسهلا، مع السلامة.